خلينا دلوقتي نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه. هيكون معانا مراسلتنا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الخير عليكي، وانا وكريم نصبح عليكي طبعا وكل الساده المشاهدين سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي، فرقه الرياضية المختلفة وكمان الأخبار الاجتماعية. خلوني في البداية كالعادة أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، المران هيبدأ في تمام 12 ظهرا استعدادا طبعا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم 16 أكتوبر أمام بطل النايجر فريق الحرس الوطني. خليني كمان اقول لكم انه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره كان صرح امس انه الفريق هيغادر للنايجر يوم 14 اكتوبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق يعني ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بكرة اليد. سيدات كرة اليد بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، الأول هيكون عندهم تدريب بدني في صالة الجيم في تمام 5 مساء، بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنية في صالة النادي الأهلي من الساعة 6 للساعة 8، كل ده طبعا ضمن الاستعدادات لمباراة غدا. المباراة هتكون أمام اتحاد الشرطة في تمام 6 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري. المباراة هتكون على صالة اتحاد الشرطة، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خليني اقول لكم ان سيدات كرة اليد الحقيقة بادئين الموسم بشكل كبير جدا، يعني الحقيقة بيكسبوا فرق سكور كبير سواء على فريق ترسانة او مركز شباب ششت الانعام. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يكملوا على هذا المستوى. كمان استكمالا الحديث عن تدريبات فريق سيدات كرة الطايرة، النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب في تمام 5:30 مساء، طبعا برضو بنتمنى لهم كل التوفيق، كل ده ضمن الاستعدادات للموسم الجديد. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة قدروا يحققوا فوز أمس على فريق الزهور بنتيجة 79-35 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني الحقيقة المباراة شهدت تألق كبير جدا من سيدات كرة السلة، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 43-18، بعد كده الحقيقة قدروا كمان يعملوا فارق في السكور وينهوا الشوط الثاني زي ما قلت بنتيجة 79-35. يعني أيضا بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. خلونا بقى كمان نروح دلوقتي للعبة الكاراتيه. الحقيقة ان شباب وشابات وناشئين وناشئات الكاراتيه بالنادي الاهلي كانوا بيستعدوا جيدا الفترة الماضية، هيغادروا لطنطا يوم الاربع القادم يعني بقى عشان منافسات النهائية من بطولة الدوري كوميتي. البطولة هتكون من يوم 18 ل 21 وبتضم 22 فريق. يعني الحقيقة ان فرق النادي الاهلي عندها حماس شديد، عايزة تحافظ على درع الدوري وطبعا تعمل انجاز جديد للنادي الأهلي، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان يا نهاوند ويا كريما أقول لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي، درجة الحرارة دلوقتي 27. وخلوني كمان أقول لكم أنه حديث داخل النادي دلوقتي بين الأعضاء كله عن حفلة أمس، طبعا الاحتفالية بذكرى نصر حرب 6 أكتوبر. الحقيقة طبعا كلنا شاهدناها، كان في تغطية خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي، كانت احتفالية أكثر من رائعة طبعا بتليق باسم النادي الأهلي اللي الحقيقة دايما بيكون حريص على دوره المجتمعي والمشاركة الفعالة طبعا في المجتمع، وده طبعا بنشاهده من خلال الاحتفاليات وكمان المبادرات. يعني الحقيقة كلنا فخورين أننا بننتمي لكيان مثل كيان النادي الأهلي. يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. مشكورة جدا على هذه التغطية يعني هنا، شكرا لك.